بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، صلوا عليه وسلموا. مساء الخير عليكم وصباح الخير عليكم خواتاتي وخوتي وخالاتي وأمهاتي. إن شاء الله قاعد تكونوا غاية وتكونوا بخير وعلى خير. أنا اليوم إن شاء الله يا ربي نعتذر على الصوت تاعي، راني شويه محبحه. المهم البنات، اليوم ما شاء الله حنبدل لكم وصفه تاع البسكوي غولي من انجح الوصفات، سهله وبسيطه جدا بدون تعقيدات. يعني الكاطو هذا ولا الحاجه اللي ديريها في دارك ما كان لها تعقديها على روحك، ديري بالطريقه اللي تجيك سهله. يعني ما نقولك لا طلعي البيض مليح، لا خمسه بيض، لا سته بيض، لا دخلي الفرينه بشويه، لا والو، هادو كاع نسيهم. وديري واحد البسكوي غولي باتيسري 100% كيما تاع الماء. حلوه، انا شخصيا خدمتها بزاف مع المقاهي، يعني وصفة مجربة يعني 100%. المهم نبدو بسم الله. أول حاجة نحتاجو زوج حبات تاع البيض، زوج فقط، زوج حبات بيض يكونوا كبار من الأحسن. 7 مغارف تاع الزيت، 7 مغارف تاع السكر، 7 مغارف تاع الحليب دافي، 7 مغارف معمرين مليح تاع الفرينة، وصاشي خميرة كيميائية. هاد الوصفة بالعاني راني نحفظ لكم فيها، ديروا بها الباتيسري، ديروا بها كلش، لي طاخت لي كوموند، كلش كلش كلش. وشوفوا الوصفه تاع لاطاخت اللي وجدتها لزوج تاعي في عيد ميلاده، راني حطيتها ديجا بها، تخدموا بها حتى لي بياس مونتي. وي المهم البنات، وراني كيما نقول لك راني مصممه، ولا كيف يقولوا لها، راني كي شغل ندخل لكم في راسكم باللي ما كاش قانون يسموه ديري هكذا، لا لا، من غير القران ما كانش حاجه ما تتحرفش، الا القران اللي ما يتحرفش. الوغ البنات، نطلعوا زوج بيضات مليح 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 بالباتور مع رشه تاع ملح، هذا مكان بعد ما يطلع البيض ويتكاثف، تضيفي 7 مغارف تاع السكر العادي. المغرف تاع السكر تكون معمره مليح، بعد ما يطلع هذاك السكر مليح مليح تاني، شوفوا البيض يطلع وحده، تزيدي له السكر وتزيدي تطلعي مليح، ومن بعد تزيدي 7 مغارف تاع الزيت. كما كنت تشوفوا المغارف تاع الزيت مش يكونوا فايضين، يكونوا سوا سوا مع المغرف، ما ناقصين ما عامرين حتى يفيضوا، حذاري غير تزيدوا الزيت هذا مكان، وتواصلي تخلطي بالباتور. هنا الباتور باقصى سرعه باش يخفف لك كامل هذوك المواد، وتجيك الجينواس تاعك تجيك خفيفه ومهويه. الوغ بعد ما خلط مليح الزيت، نزيد الحليب تاني. الحليب كيف كيف، ما تعمروش بزاف المغارف حتى يفيضوا، من الاحسن ترفدوا هكا بالمغرف وديروا 7 مغارف. بغيتوا تزيدوا كونتيتي معيكم، غير ديروا 4 بيض وتضربوا الباقي في 2، تولي لكم 14 مغرف. هذه هي، والفرفاره زوج اللي هي لا ليفير شيميك زوج. اذا البنات هذه هي الوصفه تاعنا، نطلع الحليب تاني، نخلط مليح الحليب، والحليب دافي كيما قلت لكم سي ميو. المهم البنات، كي تجف الحليب خلطوه مليح مليح مليح، طولوا شويه باش هذوك المكونات كاع يندمجوا، سيرتو السكر يكمل يذوب نيشان ما يبقاش كاع. هنا نجيبو 7 مغارف تاع الفرينه، انني معبرتهم 7 مغارف يكونوا معمرين مليح يعني بومبي. هنا فقط المغرف السته السابعه عفوا مرتفدت ليش مليح، لهذا قعد لي شويه في البول. المهم اني معبرتهم 7 مغارف معمرين مليح، تغرب ليهم ضروري في الغربال، وندير معاهم هذيك الساشي تاع خميره كيميائيه، ونجيب الباتور تاعي توجور ما نقولك لا بالمغرف لا من تحت للفوق لا والو، بالباتور تخلطي بصح بسرعه خفيفه كيما نقولوا، ما تزيديش للباتور تاعك هكذا بالعاميه تاعنا باش تفهموني كاع. الو غير بشويه، غير قد ما تدخل الفرينه حبسي، ما تروحيش تخلطي تخلطي تخلطي، لا غير تدخل الفرينه حبسي باه ما يتعلق لكش. نخلو الخليط تاعنا هذا هو راه واجد، شتوه ساهل ماهل. تجيبي المول تاعك 30 على 40، 30 سنتيم على 40 سنتيم، ياك متفاهمين؟ هذا المول يدير 20 ميل شيرت، يدير 20 ميل، اللي ما عندهاش تروح تشريه، يدير بزاف لي غوسيت وضروري تشروه، لانه بزاف شباب ويدير كاع الوصفات، والله غير البنات لا لقيتوه شروه ما تندموش عليه. المهم هنا راني درت له ورق الطهي، لصقه بشويه تاع العجين غير شويه باه ما كيما نقولوا يحكم روحه، ما يضاش يزلج لي، ونفرغ الخليط. توجور نقول لكم خواتاتي، كي تبغوا تفرغوا خليط تاع موسكوتش وتاع كيك تاع جينواز، طلعي للسماء وخليه يسيل، هذه هي باه يدخل فيها الهواء ويجيك مليح، يجيك مهوي من الداخل كيما نقولوا. هذه هي نخلطه مليح. هنا هاد البسكوي غولي، هاد المقادير اللي عطيتها لكم تاع زوج بيضات تجي في هاد المول تاع 40 على 30، هاد السنيوار هي متوفره في كاع الولايات و 20 ميل هذا مكان، يعني ما كاش اللي تقول لي غاليه ولا، يعني وصفها ومولها كل شيء في متناول الجميع، ان شاء الله برك تعجبكم. انا غنمشي الخليط تاعي، كنت تشوفوا فيه راه ثقيل، ماراش جاري ولا تقولوا لي موسكوتشو، جامي ماراش موسكوتشو، جربوه وحكموا البنات، جربوا وحكموا، ما تقولوليش بسكوتشو، كل واحد وحده، هذا فيه ذوق الباتيسري والله على ما اقول شهيد، وراني دايره معاكم شحال من وصفه بيها.
الوغ نمشيها مليح، نديرها سوا سوا، نديرها على سمك واحد، ما نديروش جهه عاليه وجهه سميكه وجهه رقيقه. الوغ نسقمها هكا بلا سباتول، ومن بعد نهز المول تاعي راح تسقم روحها وحدها. هنا نهضروا على الفرن. الفرن راني شعلته من الاعلى ومن الاسفل 180 درجه، من الاعلى ومن الاسفل نار متوسطه. الوغ دخلوه في الوسط، سني في الوسط، وما تخلوهش يطيب بزاف. لازم من تحت يبقى بيض، لازم من تحت يبقى بيض بصح ناشف يعني طايب، ما تخلوهش يحمر. هذا ما نوصيكم، كل ما تحمر جينواز تيبس، وما كي تجي تروليها تتكسر. هذه هي. هنا البنات نخلوه يطيب ونجيو نوجدو الشربات. الشربات ما ديروش نص كاس سكر باش نيفيتو الحلاوه، نديرو غير شويه فوق الربع، فوق الربع تاع الكاس السكر عادي مع كاس تاع الماء وشويه تاع الليم، باش انا توجور نبغي الليم في الشربات تاع الباتيسري، باش تقضي لي على هذاك الذوق تاع الحلاوه. كون فاهمين باش ما تجينيش الحاجه حلوه بزاف. ونقص توجور السكر في الشربات، الوغ نخلطها شويه قد ما يذوب لي هذاك السكر شويه برك، ومن بعد نديها للنار. كي تبدا تغلي بعد الغليان تحسبوا 10 دقائق وتطفوا. كي تبدا تغلي تحسبوا لها 10 دقائق وتطفوا وتخلوها تبرد. كي نسقوا بها لازم تكون بارده. من جهه واحده اخرى هنا البسكويت تاعي قريب يطيب. هنا عندي سربيته، سربيته نقيه تشمخيها وتعصريها مليح، تشمخيها كاع وتعصريها مليح، تبقى غير منديه ماشي ما يلقش يكون فيها الماء ولا تكون تقطر، تعصريها تخي 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 بيان، المهم تكون منديه. الوغ نخليها اكوتي ونروح نجبد السنيوه تاعي من الفرن. شوفوا الطيابه تاعها، ما تزيدولهاش من فوق هكا، وسيرتو هاد السنيوه تساعد بزاف البسكوي غولي باسكو ما تحمرش بزاف من تحت، طيب بلا ما تحمر. دوك نوريها لكم، تجي فيها ما شاء الله البسكوي غولي. هاد المول اللي راني نقول لكم عليه، شوفوا تحط ترفديه بالخف، تكوني سريعه باش مادام حامي تحطي هذاك الورق الطهي مازال لاصق فيها، ورق الطهي يجي فوق السربيته. صايي البنات ورق الطهي يجي فوق السربيته، وترولي بسرعه، ترولي وتزيري عليه باش يشد لا فورم تاعه، وتخليه في هذيك السربيته حتى يشد لا فورم تاعه. ما تخافيش ما يشمخش، لانه السربيته قلت لك عصريها بيان حتى تولي غير منديه وصايي ماشي مشمخه هاكا. ونخليه يبرد ويشد لا فورم تاعه، والشربه تاعي تاني تبرد. هنا بعد ما برد مليح نجي نحله غير بشويه، لانه كي لويناه هو حامي بيان سور غادي يلصق شويه في بعض البعض. الوغ سايسيه بلا ما تكسريه كاع، سيرتو هنا في هاد كي نجو نحلوه ممكن راكي تكسريه. الوغ غير بشويه حليه بشويه عليك هكذا، معليش لا تكسر لك من جهه ولا معليش، مهم ما تفتيش بزاف هكا. الوغ نجي نشربه، هو يكون بارد والشربات تكون بارده. الوغ نشربه وما تكثروش تشرب ثاني في الشربات، ما تعجنوش البسكوي غولي ما يبغيش يجي معجن، الباتيسري عموما ما تبغيش تجي معجنه. الوغ شربوه غير شويه كما كنت تشوفوا، مسحه خفيفه. الوغ نجي ندير له الكريم شونتي تاعي، طلعت غبره شونتي مع الماء بارد، عفوا الحليب بارد، والعبر تاعها باين. كاس تاع شونتي غبره شونتي ديري معاه كاس غير ربع حليب بارد جدا، كاس تاع شونتيي ديري معاه كاس غير ربع تاع حليب بارد جدا، وطلعي مليح بالباتور. يعني ما بغيتش نزيد نطول اكثر في الفيديو، الوغ طلعيهم بالباتور حتى تولي لك كريمه ثقيله جدا، حتى دير مقار العصفور. الوغ البنات ديروا كاس برك، كاس يكفيكم تاع خبره شونتيي، ديروا في الوسط كيما هكا، ومن بعد نزيدوا من الفوق. المهم دير طبقه رقيقه ولا خشينه على حسب ما تبغوا نتوما. هنا عندي المعجون، معجون عادي تاع المشمش، درت له لاباط اغون تاع الفراز، لاباط اغون تاع الفراز، هذوك الادواق اللي مولف نخدم بهم قدامكم. الوغ غير باش نتحسن على نتحصل على الذوق وعلى اللون شباب، وجا بزاف بنين في وسطه. هنا نبغي بزاف البسكوي غولي بالكونفيتور، نموت عليه بالكونفيتور هكذا. وفي غالب الاحيان ندير له غير الكونفيتور وحده، ما نديرش الكريمه شونتيي، وندير من فوق سكر غلاس، يعني البسكوي غولي التقليدي. الوغ هنا البنات نرولي نتاكد بلي ما راهش لاصق. شوفوا كيفاش البسكوي غولي يجي من تحت بيض بصح طايب، يعني راه طايب تماما، ما راهش خضر ولا ناشف، طايب كيما كنتو تشوفوا. الوغ هنا كي ترولي تعاودي تردي عليه البابي تاعه، تعاودي تردي السربيته، ترفديه ديريه في المجمد 5 دقائق ولا 6 قد ما يشد روحه، تشد لا فورم فهمتوني. كي تروليه فهم داخليه الفريغو غير بشويه باه يشد لا فورم باش تخرجيه. هنا كي تخرجيه مسحي غير شويه بالشربات ماشي بزاف، مسحه خفيفه خفيفه، ومن بعد ديري له ثاني كريمه شونتيي، ولا ديري شي تبغي شوكولا، ولا الا كان عندك ضياف ديري كريمه شونتيي وتزيدي فوقها الشوكولا ولا سوبر كريم ولا حاجه، ولا كان غير لولادك ديري الحاضر وصاي لكم كيف في الدار. انا درت كريمه شونتيي وزدت فوقها الكوكاو ايفيلي محمص، حمصته غير شويه في المقله
يجي بزاف بنين. الكاوكاو ايفي اللي راكم تعرفوا ذوقه مع الكريم شونتي يجي بزاف يتوالمو بزاف. الوغ هنا بعد ما كملتها نديرها قطعت لها دوك الجوانب اللي منه ومنا باش تجيني متحوفه. الوغ نديرها في الفريجيدير تبرد باش نقطعها، نقطعهاش هكا حتى تشد الكريمه روحها. الوغ هذه هي الشكل تاعها البسكويت تاعنا. شوفوا البنات والله العظيم غير تجي باتيسري، والله العظيم والله على ما اقول شهيد، باتيسري ناجحه 100%، ما فيهاش تعقيدات وما فيهاش لازم وما فيهاش ما لازمش، ما فيها محسن ما فيها خل. درت لكم مواد موجوده في كل بيت وطريقه جد سهله. بغات ديرها لوليداتها بالصحه والراحه، بغات تخدميها كمشروع المقاهي، فاني الله يديك الصحه والله يعاونك. يعني وصفه ناجحه مليار بالمئه، ما فيهاش ما نعرفش وما فيهاش ما نقدرش، يعني سهله 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 جدا ومضمونه في النجاح تاعها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، لانه البسكوي غولي بزاف ما تنجح لهمش وهي من اسهل ما يكون. جربوا هذه الوصفه ولازم تحفظوها، هذه تاع البسكوي، هذه الوصفه اللي مديتها لكم تاع 7 ملاعق لازم تكون في راسك شغل تحفظيها عن ظهر قلب، تقدري ديري بها كلش. اذا البنات هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يا ربي عجبتكم وما طبختكمش بالهضره سمحوا لي البنات. الوغ ما تنساوش تجمجموا لي البنات، ما تخسراش في هذيك الجمجمه لا بغيتو زعما. والبنات اللي دخلتوا جدد معنا مرحبا بكم غالياتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.